فيديوهات كتيرة مشاهدينا وأخبار عديدة أكيد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكيد مين في غير رالف لحتى يطلعنا عليه ويخبرنا عنه. أهلا وسهلا فيك رالف. ألو، كيفكم؟ كيفك؟ منيح، كتير منيح. لامجة؟ لا مبحوح؟ لا، بس كنت عم قلكم قد ما علقت بعجقة السير قبل ما أوصل اللي ساعتين مش حكي مع حدا، قاعد لحالي بالسيارة تشخلك يلا هلا كل الهواء لإلك. نحن نبلش بالموست ريسنت ستاف اللي هي الانتخابات الأمريكانية، وهلا الانوجريشن تبع دونالد ترامب. قبل يمكن كانت الناس اوكي طلع رئيس، بس الناس يمكن ما كانت استوعبت الموضوع لحد ما بلش الانوجريشن. هلا التحضيرات للبيج ايفنت بين الفرق، وصار في كتير مقارنات بين الانوجريشن تبع ترامب وبين الانوجريشن تبع اوباما. وهون اذا بدك الانترنت كتير يعني من ميلة كانوا حزينين على اوباما، ومن ميلة تانية عم بيعبروا يمكن عن شعورهم تجاه الرئيس الجديد. ففي فيديو بنحضره بقارن شوي الميوزيكال جاستس بين سنت الما بين حدا قبل يجي قبله، بس الناس اللي اجوا يعني اساميهم اقل شيء فيهم قال انه مش معروفة. فخلينا نحضر الفيديو سوا لنقارن معهم. في فرق كتير كبير. ومن ميلة تانية الاخر لتر الوداع اللي كتبها رئيس اوباما كتير انتشرت اونلاين، لانه كانت رسالة كتير مؤثرة. في كتير ناس كتبوا انه دمعوا هن عم يقروها، لانه قال عبر مش انه هو كيف اثر بالشعب، بس حكي كتير عن قديش الشعب اثر فيه وقديه هو تعلم بهالسنين اللي قطعوا. معنى هذه الرسالة لازم تكون بينه وبين ترامب يعني؟ يمكن ما بعرف، بس كيف انتشرت اونلاين؟ بس لا، هي رسالة للشعب الامريكاني. بس في كمان لازم نذكر انه في كتير ناس بالعكس يمكن انتقدوا انه اوكي يمكن اوباما فل بطريقه كتير ايموشنال، بس كمان ذكروه بالحروب اللي صارت وبالقصص اللي صارت. فالانترنت مثل العاده دائما صار في بولاريزيشن بين قسمتين، ناس مع ناس ضد. بعد ما شافوا يعني ترامب شو راح يعمل. مزبوط، بس انه لانه بنعرف انه الرئيس هالدوله الكبيره بياثر بكل العالم، نحن دائما بنتمنى انه يكون قراراته. قديه حكي عن مرته كمان ميشيل اوباما وعن بنته كمان كانت 100%، وحتى صار في مقارنه كتير بين السيده الاولى قبل والسيده الاولى هلا. هلا عم بيقولوا بنته هي السيده الاولى، يعني خلينا ننطر ونشوف. بس مع الحالتين ان شاء الله يكون قرارات منيحه وبيفيدوا كل العالم ما بيأذوا. الخبر الثاني رح ننقل على ناشونال جيوغرافيك يلي هلا عم ريليست تريلر عن اينشتاين، محضرين نيو سيريز عن اينشتاين. والكوميونتي اللي هي اونلاين اكثر شيء الجيكس عندهم معروف، عندهم حب لاينشتاين منه طبيعي، يعني اينشتاين اذا بدك هو رول موديل لهم. فرح نحضر الفيديو اللي راح فايرل وكتير ناس عملوا له شير وناطرين مناطره ليحضروه. اينشتاين، may I have your autograph, sir? I want to be a scientist just like you. Hello, may I help you? Albert Einstein, your reputation precedes you. We respect the true rebel. Speak! Natura naturans. Everything is connected. It's an idea I've been considering for a while now. Look around you. What do you see? Forces that nobody fully understands. Let me study on my own. Rebellion will get you nowhere in life. Monogamy is not natural. It is a construct of religious authority. Be quiet. I wanted to know how. How can something travel to nothing?
You think you have all the answers? I want my ideas to be heard, to be acknowledged. Be my partner in life, in love. When I was your age, I knew everything, but I was wrong. Please don't do what you always do. Hide in your work. From the smallest molecule to the largest galaxy, I intend to find the answers. You only care about yourself. How could you be so careless with my heart? I think رح يعمل ضجة كتير كبيرة. شو بدك ضجة كتير كبيرة؟ خلص شريت السيريز وقعدنا بالأوضة نحضر. ما بنظهر من الأوضة إلا ما يخلصوا كلهم. لا it's really نايس تريلر. برودكشن شكله بس مش محددين بعد أيمتى رح يكون ريليز. هلا بالبوست اللي شفناه على ناشونال جيوغرافيك ما مش محطوط ديت بس أكيد ناس كلها بلشت تسأل أسئلة عن شو رح يكون. أكيد بس ينزل تريلر. هلا رح ننتقل لشيء هلا يعني وعدتكم هالسنه انه بكل حلقه بنحط شيء عن البيتس والحيوانات بضحك لحد هلا عم نضحك كل مره الحمد لله. فاليوم شيء انا كثير ضحكني لما حضرته قلت نو واي ما حطه بالحلقه اللي هو لينا اتس رابت. كل مره هير الاونر بيتفرجيها اكل او انه اتس تايم تو ايت بتكيف فما رح اخبركم اكثر من هيك حضر. كثير مهضومين عن جد ما في بعد كثير قوية ما هيك فظيعة. رح نضلنا بالاخبار الحلوة هلا رح ننتقل على اليوكي في كومبيتيشن بتصير كثير مهمة هونيك اسمها ماث تشالنج يوكي بتصير فيها تقريبا 70 بلد 1300 ستارت اب واللي ربح هالسنة بهاليومين من كل الستارت ابس هي ستارت اب لبنانيه. واو ف يعني بين كل اليوروبيان كونتريز لبنان سبق الكل. الجائزه راحت لسنسيو اير يلي هي ات هاز بين انفنتد باي سيريل نجار وايف تمرز. اتس ا ديفايس الديزاين تبعه كثير حلو. اللي بيعملوا هالديفايس انه بيفحص الهواء يلي بالاوضه وبيعطيك ريبورتينج عن قد ايه في نظافه قد ايه في الرجن قد ايه في اني تايب اوف توكسيك ويست وهذا الشيء كثير مهم هلا ان كان بلبنان او بالعالم كل الدنيا عم تتحول على نظافه الهواء خصوصا من وراء البوليوشن اللي عم بيصير بالسيتيز. فسيريل وايف بنقول لكم مبروك كثير. الف مبروك نحن كثير انبسطنا بهال بفتكر كمان عم بيكبروا الفكره وعم بيشتغلوا عليها تيعملوها على ماس يعني مش بس بقلب الاوض حتى برا تيشوفوا قد ايه البوليوشن وكيف معقول ينظفون وكذا. مزبوط حتى اذا عندك محلات يمكن يكون فيها لا سمح الله اتاك يمكن كيميكال او وات ايفر ات از هيك ديفايس في يغير العالم. اوكي دائما اللبنانيين ببيضوا الوجه وين ما كانوا بالعالم ببيضوا الوجه. رح ضلنا كمان بلبنان وبالاخبار الحلوه اوزي اللي هو اتس ا بيج اتس ا بيج بلاتفورم online that discusses كل شيء fashion related. اليوم حطوا بوست قالوا we're revealing to you the new capital of fashion and it's a surprising reveal. وحضرنا الفيديو واكتشفنا سوا مين النيو كابيتال اوف فاشن. خلينا نحضر. The reason why I decided to come back is because I wanted to understand what it was to be Lebanese. Over here, we believe in free education and equal opportunity. Nowadays, because universities are so expensive, what happens is it's not about talent anymore. It's about how much money you have. If you can't afford to pay for an education, then you can't afford to enter the domain. رح ننتقل لاخر خبر معنا يلي هو خبر محزن بس بنفس الوقت انسبايرنج يلي هو عن بلوجر لبنانيه كلنا كثير بنحبها سوبر ماما معروفه هي ياسمينة عوده هبر. سوبر ماما مزبوط بنتها الصغيره 100% ياسمينة شي ديديكيتد هير لايف وكل شيء كتبته باخر كم سنه وكل التغيرات اللي عملتها بحياتها كانت كرمال بنتها ادريانا. بس ادريانا انفورشنتلي واجهت مشكله اللي هي ال QTS it's a congenital heart failure.
It's a sudden death. يعني فجأة بيوقف القلب. وهيدا الشيء يمكن الناس ما فيها تنتظره من قبل. بس بهمنا نذكر أن ياسمينة مع كل الألم اللي عم تقطع فيه بهالجمعتين بس خصصت وقت لتكتب بلوك بوست رغم الدموع ورغم الوجع اللي عم تحسه كتبت بلوك بوست كرمال تجرب تخلص حياة ولد تاني وكتبت بهالبلوك بوست عن هالمرض وقالت للعالم أنه إذا أنتو حدا من العائلة عنده an inherited heart failure or heart problem دائما ياخذوا الاولاد لو حيلا عمر عندهم ياخذوه عند الحكيم ويعملوا له انسبكشن مع انه هن كان يمكن ما في سيمبتومز وما كانوا عارفين انه هالشيء رح بيصير بقى نحن بس بدنا نقول لياسمينة انه نحن حدك كل الكوميونتي حدك ومش بس حدك بهالمحنه بس كمان اذا عزت تضوع هالفكره بحيلا طريقه بحيلا هالقضيه نحن حاملينها معك كرمال كلنا مبيض لوجه لادريانا بالحال يعني خسرت الولد لا توصف الله يجرب حدا واكيد هي ملك صغير بالسماء والله يصبرها ويقويها كمان لياسمينة ونحن كلنا حده اكيد ما في شك رالف شكرا لك مع انه نهينا بخبر محزن بس كمان كان في قبل اخبار كمان مهضوم نحن نتشكرك واكيد نلتقي فيك بحلقات مقبله ثانك يو مشاهدينا رح توقف مع بريك صغير ومنتابعين